السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا فريق وحدة الدمج التكنولوجي أكاديمية مايكروسوفت مركز التطوير التكنولوجي دمياط، ولقاء متجدد مع حضراتكم. إن شاء الله هنشتغل النهاردة مع بعض منصة أو يعني تطبيق جميل جدا مفيد قوي ليا كمعلم في الفترة دي بالذات، عشان فترة المراجعة والامتحانات قربت. إزاي هنعمل تقييم تفاعلي للطلاب باستخدام كويزز آب، وهتشتغل معانا الجزء التفاعلي ده مس هبة إبراهيم مدربتنا الجميلة. هنستأذنها تبدأ معانا على طول تشير شاشة وتشتغل. اتفضلي يا مس هبة. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان إن شاء الله مبارك علينا جميعا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ شغلنا في منصة كويزز. تمام، المنصة بتاعتنا كويزز دي مسابقة، منصة كلها اختبارات تفاعلية مع الطلاب بتوعي، وممكن برضو أقدر من خلالها أعد دروس تعليمية. أول ما نبدأ هنا في محرك البحث نكتب كويزز، وبنختار أول اختيار عندي، دي الواجهة اللي بتظهر لي. فطبعا بيطلب مني لو أنا أول مرة أدخل إن أنا أعمل ساين أب، لو أنا أول مرة بضغط عليها. تمام، فبيطلب مني طبعا ان انا اختار انا هدخل بايه، يا بالجوجل يا بالمايكروسوفت او اي ايميل انا اختار. تمام، طيب انا هضغط لوج ان عشان انا كده كده مسجلة بالمايكروسوفت عندي. في كل مرة انا بعمل لوج اوت باجي ادخل تاني بيطلب مني الايميل والباسورد. دي الواجهة اللي بتظهر لي في المنصة بتاعتي هي الكويزز. عندي هنا بداية على اليسار بتاعي هنا الاسم بتاعي إبراهيم، خلاص. وبعد كده عندي create explore my library reports الكلاسز بتاعتي setting more. عندي هنا حاجتين الميمز هنا والكولكشن والبروفايل بتاعي واللوج اب. طيب طبعا اول حاجه عندي البروفايل، طبعا انا بضيف صوره وبكتب اسمي والايميل بتاعي، ولو انا اعمل اي تعديلات من هنا اديت واعمل سيف لو انا محتاجه اعمل اي تعديلات في البروفايل بتاعي. طيب انا عشان انشئ اختبار تفاعلي او نشاط تفاعلي مع الطلاب بتوعي، بدايه كده عندي حاجتين مهمين لازم اعملهم الاول ابدا بيهم، اللي هي الميمز عندي هنا، ان انا انشئ اشكال تفاعليه للطلاب بتوعي. بنضغط هنا مثلا انا عاوزه اضغط على هابي دي، طبعا بتظهر لي لما بعمل اختبار مع الولاد بتوعي الطلاب. لو جاوبوا إجابة صحيحة بيطلع لهم الهابي فيس، أو لو إجابة خاطئة بيطلع لهم الساد فيس. هنا كوريكت ميمز، هنا لما بضغط بختار من المفروض الصورة منزلها عندي على الجهاز كده، مثلا هابي فيس أهو، بضغط أد. طيب ما ضغطش هنا بقى، أبدأ هنا الكوريكت ميمز واختار برضو اللي هو السايد فيس. لو الطالب جاوب إجابة سيئة أو غير صحيحة بضغط أد هنا، ولو أنا عاوزة أضيف برضو أضغط على البلاس دي فبتجيب لي اختيارات تانية وبضغط أكتر من صورة. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة عنده مهمة برضو اللي هو الكولكشن، ده عبارة عن المجلدات اللي أنا بضع فيها الشغل بتاعي سواء كان اختبارات أو دروس. بضغط هنا من كلمة نيو
وبختار اختبارات، يعني بسمي المجلد بتاعي اختبارات، فبيدرج عندي اهو ولكنه فاضي، لان طبعا هنا اللون ده مظلل لان فيه ملف، وهنا اختبارات فاضي لسه انا ما وضعتش فيه حاجة. طيب عندي بعد كده برضو اللايبراري بتاعتي، مكتبتي، انا عملت كذا درس وجهزته عندي مسبقا، خلاص ده بقى المحتوى اللي انا اشتغلته، فبيعرفني ان انا عندي ايه الشغل بتاعي هنا، المجلدات عندي او الكوليكشن عندي هنا مفيش الا واحد بس فيه، والتاني فاضي لسه هملاه الوقت ان شاء الله. طيب بعد كده الريبورتس دي لما بكون عامله اختبار مع الطلاب بتوعي او نشاط، وبيديني هم النتائج بتاعتهم، خلاص تظهر لي، بس احنا هنعمله ان شاء الله اونلاين مع بعض دلوقتي. لما بضغط هنا كرييت، او اسفه قبل كرييت الكلاسز عندي، معلش اول حاجه عندي الكلاسز، الفصول بتاعتي اللي انا هتعامل معاها مع الطلاب، بيديني امكانيه اختيار موحدتين، او من لو انا عندي مثلا كلاس روم عندي موجود جاهز، لما بضغط عليه ده بيجيب لي الفصل ككل، لما بختاره سواء اخترته كل او فصول محددة، تمام، واضغط نيكست، لو لاحظنا هنا خلاص هنجيبها تاني، نزل لي ايه اللي هو ايه فصلين عندي على الكلاس روم، خلاص. او طريقة تانية برضو اضيف منها الفصول بتاعتي من كرييت ا كلاس، يا ريت احنا نعرفهم ننشئ فصل من الاول ازاي. تمام، اتفضلي. اعيد تانية يا مس ميرفت. يعني ننشئ لهم فصل زي ما انت بتعملي دلوقتي، انشئي فصل قدام. تمام، هو ده لو الكلاس روم ده بقى فصل جاهز على الجوجل عندي، لو انا عنده طلاب جاهزين فبجيب الفصل كله بطلابه بدرجه عندي، ولما بلحق الفصل عندي او بنزله عندي هنا بيروح اشعار للطلاب بتوع الايميلات بتاعتهم ان ميس هبه اضافتهم، فهم بيعملوا القبول عشان يبقوا موجودين معايا، بيجي لهم اشعار على الايميل. طيب الجزء الثاني او الواجهه الثانيه كرييت ا كلاس، ان انا انشئ فصل من غير الكلاس روم، طبعا لازم اسمي الفصل اسم، انا مثلا بدي سنه تانية اعدادي مثلا من الصف الثاني الاعدادي، تمام، وممكن اختار لون مثلا للصف بتاعي، وضع كرييت، هنا قدامي خيارين، ان انا مثلا اخد اللينك ده كوبي وابعته للطلاب بتوعي في واتساب مثلا او ماسنجر او اي حاجه احنا نتقابل عليها او على التيمز، وهم بيدخلوا من خلال اللينك ده ويسجلوا بالايميلات بتاعتهم. طيب ممكن احنا مثلا نعمل فصل دلوقتي، عند الدردشه ده كده، انا بعت اللينك، تمام. يا ريت نشترك في الكلاس يا جماعة بعد اذنك. انا كده بعت اللينك ان انا ببعته للطلاب، فبيطلب من كل واحد بيدخل على اللينك ده ان هو بيسجل بالايميل بتاعه وكستودنت، وبرده بيديله ان هو برده يسجل ايميل الاب بتاعه او ولي الامر، علشان ان يبقى في مصداقيه بين المعلم وبين ولي الامر، بحيث ان يبقى في تفاعل بين المعلم وولي الامر بخصوص تقدم او تاخر الطالب الموجود عندي، او مثلا ان انا اشير الكود، خلاص ده بختار اي حاجه منهم وبختارها، يعني يا اما لينك او كود، خلاص كده انشئ عندي الفصل دلوقتي اللي هو الصف الثاني الاعدادي، وهم لسه ما فيش عنده طلاب، صفر ستودنتس. ممكن مثلا نعمل ريفرش للصفحه، ممكن يكون حد انضم لينا، طالب واحد اهو اللي هو
كمال عبد العال. تمام، يبقى ده طريقة الانضمام، ان انا ببعت اللينك للطلاب بتوعي او الكود، وهم الولاد بيدخلوا وبيسجلوا بالايميل بتاعهم، وانا ابتدي بعد كده بنزل عندي الاسماء، ده الفصل الخاص بي. طب ميزة الفصول ايه في الكويزز، سواء كان الكلاس روم او الفصول اللي انا انشأتها؟ ان انا لما برسل للطلاب بتوعي اللينك بتاع الاختبار او النشاط او الدرس، هم فقط اللي بيتفاعلوا معايا. يعني لو طالب من اللي عندي في الفصل بتاعي اخذ اللينك ده واداه لطالب تاني، الايميل بتاعه مش مدرج عندي، ما يقدرش يفتحه ولا يتفاعل مع هذا ليه النشاط. لازم انا اقبل في الاول ان هو يتفاعل، واقبل إيه اسمه او الايميل بتاعه. تمام، بقى عندي 4 طلاب اهو. تمام، احنا كده اضفنا الطلاب على الفصول بتاعتي. طيب هنبدا بعد كده نبدا في الكويز او عمل النشاط. نبدا من كلمه كرييت، هنا بيديني خيارين، اول حاجه الكويز والليسون. لو انا عاوزه هنا في الجزء الثاني الليسون، لو انا عايزه اعد درس تعليمي للطلاب بتوعي بنفس طريقه عرض الباوربوينت. تمام، لكن النهارده احنا عاوزين نشتغل على الكويز اللي هو الاختبار التفاعل او النشاط التفاعلي مع الطلاب. لما نضغط عليها بيفتح لي الواجهه دي. طبعا هو المنصه دي فيها جزء لازم فيه دفع او اشتراك، يعني ان احنا بنشترك بيه وبنبتدي نتفاعل مع باقي الخصائص اللي جايه لي او الاشياء اللي جايه لي. هنا اللي على العلامه الصفراء دي لازم اكون دافعه جزء بالفلوس يعني علشان اقدر اشتغل عليه. طب انا هشتغل على المتاح ليا. طيب عندي هنا اللي هو الاختيار من متعدد، لو انا وقفت على كل اوبشن عندي هنا بيجيب لي الواجهه بتاعته. لاحظوا كده بيعرفني اشتغل ازاي. طيب انا هبدا هنا مثلا الاختبار بتاعي، ممكن ابدا اختبار وانا ابتدي اصيغه، وممكن استورد اختبار من الاختبارات الموجودة أساسا على الموقع اللي الزملاء قبلي أعدوه على الموقع. طب احنا هنبدأ كده، وبرضه هناخد من الأسئلة اللي على الموقع. لما نبدأ كده مثلا اختيار من متعدد يفتح معايا الواجهة دي. طيب أنا عندي الدرس بتاعي اللي أنا مثلا هشتغل عليه كلغة عربية، اختيار من متعدد، هنقول هو الدرس بتاعي بعنوان الكنز قبل أن يضيع، بيتكلم عن أهمية الوقت. أول سؤال عندي مثلا هنكتبه هنا، كان الأستاذ الجامعي كان الأستاذ الجامعي من قسم إدارة من قسم إدارة، ونحطه هنا إيه، نختار بقى هنا الوقت، الأعمال، المال، الأخلاق. وبرضو عندي هنا علامة البلاس دي، ممكن لو أنا عايزة أضيف يعني إجابة أخرى، أو يبقى 5 اختيارات عندي. لو لاحظنا هنا علامة العلامة دي فيها إيه، يعني فلاش او كده، ان انا اختار الاجابه الصحيحه، اختار كده كده. تمام، عندي هنا ان السؤال ده عليه كام نقطه، انا بختار طبعا انا ممكن نقطتين. لو انا وقفت هنا ممكن برضو ادرك صوره لهذا السؤال. عندي برضو التنسيقات هنا، الخط التنسيقات بتاعت الخط بتاعتي او لونه، لو انا عاوز اللون سمك الخط. وبرده عندي هنا الحاجات الخاصه بالرياضيات وبالكيمياء والحاجات دي، اللي هو مثلا الاس، لو انا بكتب معادله مثلا في العلوم H2O، بعرف ازاي احط، يعني مثلا لما اضغط على دي كده بيديني ان انا مثلا اعمل العلامه فوق او تحت. خلاص يعني كل حاجه موجوده عندي جاهزه.
معلش بس الشاشة يبقى احنا عرفنا مثلا ازاي هنكتب السؤال. اول حاجة لو اختيار المتعادل بنكتب السؤال هنا ونبتدي نختار ونعمل ايه علامة الصح. معلش هكتبه تاني لان الشاشة كانت وقفت معايا. قلنا أول حاجة الأعمال، ثانية المال، الوقت، الأحلام، تمام كده. وقلنا هنختار طبعا السؤال من كام درجة. ولو أنا مثلا عندي هنا عاوزة الحاجات الخاصة، أيوة اللي هو الحاجات الخاصة بالمعادلات الرياضية ايا كان، او شغل الكيمياء او الحاجات دي، بقدر اختار اللي انا عاوزاه وبضغط انسيرت وبشتغل بتعامل مع الماده بتاعتي. طيب عندي هنا الاوديو او الفيديو ده خاص بالدفع. انا طبعا هنا هعلم على الاجابه الصح. هنا بيديني اختيار تحت more than one correct answer، يعني لو انا عايزه اختار اكتر من اجابه بختار طبعا، لكن انا بقى هي اجابه واحده فقط فبشيل الاخضر ده او مش باكدها. عندي بعد كده 30 ثانية اللي هو الإجابة في 30 ثانية، ممكن أنا أعدل الوقت بس هما خلوهم 20 ثانية. وبعد كده بضغط سيف كده السؤال عندي اتحفظ تلقائي خالص. لو احنا شايفين دي الواجهة اللي ظهرت لي، ده السؤال ودي الإجابات، واللون الأخضر ده الإجابة الصحيحة والباقي ده إجابات خاطئة. طيب أنا ممكن وعلى هذا المنوال طبعا بجرب كل الأسئلة اللي عندي. أنا مثلا عاوزة سؤال رسمي، سؤال اللي هو نهاية واحدة، أو مثلا تصويت، أو في الإن ذا بلانك إن أنا مثلا أملأ الفراغات، أي حاجة أنا بعملها وبشتغل على السؤال بتاعي. طيب أنا دلوقتي عاوزة أستورد بقى اختبار جاهز بدل ما أقعد أكتب كتير، فأنا ممكن أستورد من الحاجات الجاهزة عندي على الموقع. فبيجيب لي هنا الاختيارات. بختار مثلا الدرس بتاعي الكنز قبل أن يضيع، ونعرف ازاي ان احنا بندرك الدروس دي عندنا او الأسئلة دي. طيب عندي هنا اهو جاب لي كذا اختيار اهو او كذا فيديو. لما نضغط هنا ده من ايه، ده حوالي 11 سؤال، ده الجزء ده فيه 11 سؤال وجايب لي كل الأسئلة. أنا ممكن لما بضغط على أي سؤال هنا آد بيتضاف تلقائي عندي على الإيه، على الأسئلة بتاعتي. ممكن آخد الأسئلة كلها ككل، آخد الاختبار ككل، لما أضغط آد أهو اتضاف عندي على طول على اللايبراري بتاعتي. نرجع تاني عشان ارجع للصفحه الاساسيه بتاعت الكويزز، اضغط على هنا العنوان كويزز هيجيب لي الصفحه الرئيسيه لما ادخل في حاجه تانية يعني. طيب نبدا برضو هنا نقول ماي لايبراري، هنا المكتبه بتاعتي. انا لسه ضايفه دلوقتي اللي هو ايه الدرس بتاع الكنز قبل ان يضيع، تمام. اهو شايفين كده الأسئلة كلها جاهزة. هنا عندي مثلا اهو نضيف تاني عليها عشان ابتدي بعد كده اعمل له سيف ونبدأ نشتغل مع بعض. هي عندي حوالي 12 سؤال، 12 سؤال، وازاي بقى نتفاعل مع الطلاب بتوعي، تمام. هنضغط هنا سيف. اول حاجه لما بضغط سيف بيطلب مني عنوان للدرس، وانا هعرض الدرس من غير عنوان ازاي، فبنكتب العنوان بتاعه او الاختبار اقصد بتاعي. ده العنوان بتاعه. بعد كده
بيطلب مني طبعا المادة بتاعتي اللي هو ايه، اللغة العربية مش موجودة طبعا، بس هو ايه World Language اللي هو اللغة بتاعتي كلغة، العربي نفسه مش موجود، الفصل الثامن اللي هو تاني إعدادي، لغة الكتابة بتاعتي هتبقى نختار العربي، بعد كده بدرك صورة، احنا مش عايزينها من هنا نجيبها أبلود، يبقى عندي مثلا أهمية الوقت، وبنختار نضغط insert، يبقى الاختبار بتاعي بقى له اسم وفي صورة بتعبر عنه. بعد كده عندي الخاصية اللي هو يبقى الاختبار بتاعي يبقى public. طب لو انا مثلا عايز اعمله private، لا ده بالشراء بقى ما ينفعش. وليه public؟ عشان الكل يستفيد منه. واضغط save and continue. طيب هنا بيقول لي الاختبار بتاعي اصبح جاهز اهو. طب انا هحتاج ايه؟ اداني اختيارين، ان انا احل لايف مع الطلبة بتوعي ولا ابعته كواجب لهم. طب لو انا مثلا بدأت اللي هو كلايف بينهم معاهم كده، اضغط هنا بديني 3 اختيارات. اول حاجة تيم، لو انا هعمل مثلا فرق تنافسية بين الطلبة، يعني مثلا بقسمها للطلبة مجموعتين وكل مجموعة بتتعامل كتيم مع بعضهم وبتلو ايه يتنافسوا مع بعض، او الكلاسيك او التست. لما بضغط على الكلاسيك هنا بيقول لي اول حاجة الاعدادات بتاعتي، هو ممكن يعيد الاختبار او النشاط ده كم مرة، ممكن مرة واحدة، ممكن من لحد 5 مرات، او لمرات غير متناهية، فأنا بحدد عشان برضو يبقى فيه مصداقية في العمل، يبقى 3 مثلا. طيب هنا النيم فاكتور، لا أنا عاوزاه يكتب اسمه، مش عاوزة اسمه مستعار من الموقع. أنا هنا عندي هشوف الأجوبة بتاعته في نهاية كل سؤال، يعني مثلا لو هو عمل إجابة صح أو إجابة خطأ بيعرفه في نهاية كل سؤال، بعملها أون او اوف زي ما انا عاوزه انا اقول. هنا برضو بيشوف نتيجه الاختبار بتاعه في كل بعد نهايه الاختبارات النتيجه بتاعته، تمام برضو اون. عندي بعد كده انه هنا عندي امكانيه للطالب ان هو يصحح بعض الاسئله الخاطئه، انا سايبها له صح، انه ممكن يصححها في نهايه الاختبار، او انه مثلا يعيد كذا مره الاختبار، او يعني يفضل يحل لحد ما يوصل الإجابات الصحيحة. هنا برضو مفعلها. هنا عندي يبقى فيه برضو فيه متعة في التعلم، إن هو يبقى فيه متعة عنده في التعلم. التايمر عندي هنا بتاعه يعد، يبقى مثلا التايمر قدامه مفتوح، أو اللي هو يشوف اللوحة بتاعته، يعني مثلا هو أحل يجي له مثلا اسمه في الصدارة اللي هي اللوحة بتاعته، لوحة الشرف بتاعته. عندي برضو اللي هو التبديل العشوائي للأسئلة، أنا كل ده يعني محددة إنه أبقى شغال معاه. برضو الترتيب العشوائي للإجابات، يعني مثلا لو هما الاتنين كذا طالب بيدخلوا، ما فيش إمكانية إن هما مثلا يغششوا بعض، يعني مثلا أنا عندي السؤال الأول وعنده السؤال الأخير، يبقى الأسئلة كلها فيها تبديل عشوائي سواء الأسئلة أو الأجوبة. يعني مثلا لو بيحلوا مع بعض والسؤال مثلا رقم 1 وإجابة A B C D E، فممكن أنا بغير ترتيب الأجوبة عشان هما برضه مبقاش فيه نسبة للغش المتاح، يعني بمنع الغش شوية مثلا. يعني هنا برضو إمكانية إن هو مثلا يسمع موسيقى كده وهو بيلعب، تمام. عندي برضو اللي هو الميمز اللي أنا إيه نزلتها عندي، لما يجاوب إجابة صحيحة يظهر له إيه، خلاص. يبقى أنا عندي هنا الساد والإيه والهابي، وأضغط كونتين. أنا كده عملت الإعدادات بتاعة الاختبار بتاعي مع الطلاب. طيب هنبدأ إزاي بقى دلوقتي؟ أنا عندي طريقتين، إما آخد الكود والطالب بعد يدخل إذنك بيه. يا مسيبة معلش اتفضل. حضرتك لحظة أستاذ فتحي، احنا نزلنا لحضرتك رابط الكلاس اهو، لو عايز تدخل على الكلاس اللي عاملاه مسيبة.
لكن لو القصة ان احنا لو ازاي اعمل كلاس من الاول ممكن نعيدها لحضرتك، انا منزله الرابط اهو. مس دلوقتي هتعرفنا ازاي نقدر نشارك في الاختبار اللي هي عملته. اتفضل. انا طبعا عندي نجوين، هضغط هنا ايه الكوبي بتاعه خلاص، وادخل على التيم عندكم هنا، كل واحد طبعا هيدخل على اللينك ده، هيدخل معايا الاختبار حالا. او ممكن بالكود مش كده؟ او بالكود، ايوه لو هم فاتحين، ما هو بس الجوين ده على طول هيدخل مباشرة. يعني انا دخل عندي واحد اهو، فلما نجمع مجموعة نعمل ستارت، عشان مش هيبدأ الاختبار غير ما في ستارت. الاستاذة بتقول لما باجي انضم للفصل بيرفض اي ايميل. هو يا مس حضرتك هتخشي كستيودنت، ايوه فممكن يطلب ستودنت، منك ايميل الايميل الاب، فممكن تكتبي ايميل تاني من عندك يعني، فاهماني؟ لو هو رفض انه يدخلك الا اذا كتبتي ايميل الاب. في بيدخلوا على طول وفي بيقول لهم عايز ايميل الوالد. تمام. جربي احنا جربي، احنا دخلنا كلنا، انا دخلت كلنا دخلنا. جربي تاني. هو الوصل عنده 13 دلوقتي، هو العدد طبعا الشاشة قدامكم 13 التحقوا بس بالاختبار. وممكن برضه ان انا عندي مثلا هنا، ان انا لو عندي كلاس روم اهوت، انا اضغط فيه اودي لينك هناك او تيم خلاص، او بختار بقى ايه على التويتر او اي حاجة انا عاوزاها، يعني بيديني كذا اختيار. نبدأ لما اضغط كده ستارت. انا برضو هبدأ معاكم، يعني هفتح صفحة ليا برضو وابدأ معاكم، تمام، عشان برضو تشوفوا الشكل العام عامل ايه. اللي طبعا بيسجل من عنده ده، دي الواجهة بتاعته بتحصل الوقت كده. فانا بدخل كهيبة ابراهيم، بس طبعا ده ايميل تاني غير الايميل اللي انا داخله بيه. خلاص ببتدي هنا افعل الميوزك عشان اسمعها، والميمز طبعا كل الواحد كل طالب بيدخل بيفعل لي الميمز عشان تطلع له بقى الايه التأثيرات، الاجابة الصح والاجابة الخطأ. خلاص طيب، لو انا ضغطت هنا ستارت اهو، يا مس هبة يعني دخلت انا دخل كطالب وده وكمعلم، فحلو قوي ده. يعني احنا بنشوفها عشان اللي ما دخلش يبقى شايف برضو المنظر ازاي. هو كده انا ده الناس ما شاء الله بتزيد اهي. هو لا هو بقى 19 دلوقتي اهو، يعني انا دخلت ده انا كطالب، كل دول داخلين اهو. يعني الطالب بيشوف كده، فحلو ان احنا نشوف الحالتين. طبعا انا كمدرس، والمدرس انا مثلا شايف. كمدرس اهو بشوف عندي اهو الطلبه اللي دخلوا، دي الواجهه اللي بتطلع للمدرس، تمام، والصفحة التانية دي الواجهة الطالب اللي بيشوفها الطالب. طيب أنا هنا كمدرس هبدأ بقى، أنا دلوقتي عندي 20 طالب انضموا للفصل، أضغط ستارت. طبعا بيعد معايا 5 عند تنازلي عشان أبدأ الاختبار. طبعا هنا كل واحد بيجاوب بيجيب لي الإجابات. فصلت الموسيقى عندي عشان أسمع. أنا هدخل كطالب، شوف هو أنا عندي هنا بيجي لي أهو، دي خطأ، نورهان جاوبت خطأ. شايفين النتائج كلها تيجي قدامي مباشرة، كل طالب بيجاوب إزاي. ده سؤال كهل ده اهو، انا بجاوب صح اهو.
جالي بقى الصورة التعبيرية الجميلة. إجابتك صحيحة. طبعا أنا هجيب الأول عشان الوضع الامتحان ودي مادتي. يكتب الواجب ده فعل ايه؟ فهمت. طبعا أنا متقدمة. حظ أوفر. تمام. ايوه انا عايزاكي تغلطي مره عشان الناس تشوف الميمز اللي انت عاملاها، يعني انت أنا خليكي يعني الناس تشوف هو حلو قوي ان انت بتجاوبي كطالب عشان أنا احنا بجاوب، بس بس أنا اغلطي طالب بقى، متميز. اغلطي مره بقى عشان نشوف الميمز. الأقوال ممكن نختار. اعملي بس ايه اللي بتروح على الصح. طيب اذهب الى المدرسة، خليه مثلا فعل ايه؟ هنغلط نفسنا، فعل امر. ده اذهب مش اذهب. وبعدين يبقى هو اتعامل كإجابة صحيحة. مفرد السنين هنقول يعني مثلا السين غلط. جلاوي. عشان بس تعرفي الناس اللي دخلت كلها اهو شاطرين ما شاء الله، كلهم حظ شاطرين. اوفر. طب شارب فعل ايه؟ خليه فعل مضارع عشان يبقى غلط، عشان نشوف حظ اوفر. ده اللي جالي بقى الميمس اللي جالي حظ اوفر. يا لهوي. بيت رقم 19 ينفع كده؟ طبعا حضراتكم شايفين المتعة في التعلم، انه الطالب لما بيتعلم من خلال اللعب فعلا بيكون الـ يعني الـ الاحساس ألذ، والتقييمات من خلال الكويزز او اي تطبيق مشابه بتكون حلوة جدا للطلاب، بيبقوا حابين ان هم يدخلوا طيب الامتحانات. هنا بقى لما انا الاسئله اللي انا اخطات فيها، لما انا اديت اتاحه ان احل بعض الاسئله جالي تمام، يعني جات لي اول حاجه قال لي تمام كده حليت السؤال اللي انا حليته غلط عملته صح، فبيجيب لي النتيجه بتاعتي انا كطالب، بتطلع لي النتيجه بتاعتي كده ظاهره قدامي ان انا مثلا حل بنسبه 75% اخفقت مثلا في 25. شوفوا معايا كده، يعني مثلا عندي الصح 9 الخطأ 3، بيديني النتيجة بتاعتي بعرفها في النهاية اهو، وبيعرفني الأسئلة جاية اهي، يعني بيشرح لي كل حاجة، يعني بيعرفني أنا اشتغلت ازاي والأسئلة والأجوبة وكل حاجة وأخفقت في ايه. حاجة يعني زي الفل بصراحة، وامتحان تفاعلي او نشاط تفاعلي جميل. طيب نيجي هنا عند انا كمدرس اهو، ما شاء الله ما شاء الله، اعلى حد عندي مين بقى؟ نمبر 1 مين؟ النتيجة عندي 86%. حلوين. نقول بقى يا مس ميرفت، شوفي معايا كده الأول مين؟ راوية راوية. رزق، راوية. راوية برضو. ما شاء الله. مس راوية اللي هي إن شاء الله هتكون مدرسة قوية وشاطرة جدا، بسم الله ما شاء الله. هي كانت طالعة نجم اللقاء المرة اللي قبل اللي فاتت، هي واحدة من الثلاثين ومس ألف فاطمة معلم، ناصف. مس فاطمة واحدة من الثلاثين ألف معلم اللي إن شاء الله هيتعينوا قريب. إن شاء نمبر الله. تو مستر مين؟ محمد سرور.
لا مس فاطمة نصر. فاطمة، لا مش دي ستة، ما هي لا ما هي جايبة 8. لا فوق اطلعي فوق اهو، مستر، لا مش سهام، محمد. سهام. ايوه ايوه سهام. وطبعا نمبر 3 بتاعنا مش هنشوفه لأنه هو تبعنا. انت غشيت نمبر يا محمد ولا ايه؟ لا يا ماما، احنا بتوع انجليش وبتوع عربي وبتوع كل حاجة، بس هو والله في طب. والله انت في سؤال انت عاملاه غلط، بس مش مشكلة انا عديته يعني. انا جبت الأسئلة من على الموقع لا عشان في سؤال نختار انت عاملاه دلوقتي. غلط، اللي هو بتاع الصورة بتاع طيب اجيال. هنشوف. انا عايزة مثلا عشان مساوية. يطلع لي الميمس اللي هتجيلي ازاي. تمام ايوه احنا ماشي. قلنا لك حل غلط. ايوه مس ايوه أوي صح. ومس هام حضراتكم ممكن ترفعوا ايديكم. وهنكمل اللقاء يا مس هبة، وبعدين في الاخر نخليهم يتكلموا. اتفضل. تمام. طب انا هضغط هنا بعد كده اند اختبار. بضغط اهو كده، انا خلصت الاختبار والنتائج عندي. الوقت هيجي لي التقرير بتاع الاختبار. يا ما شاء الله. اهو الاول والثاني والثالث اهو. حلوين. اظهر لك، اظهر لك دي اللي التلاتة هي دول اللوحة اهو اللي هي فعلا اللي انا مثلا عملتها ان تحت يبقى ايه الشرف. لوحة الشرف اهو. ما شاء الله، مس راوية وسهام ومستر محمد رقم مسهام مستر 3. محمد. وبيجيب لي بقى بقية الناس اللي هي النتائج بتاعتهم اهو. كل واحد عمل ايه؟ جميل جدا، يعني مدي تقييمات كاملة يعني. حلوة أوي. يعني أنا الفكرة إن إحنا بنوري لحضراتكم، خصوصا الناس اللي ما استخدمتش الكويزز قبل كده، وهنا إحساس برضو الواحد بيعرفني، حلوة هنا أوي. برضو يا مس ميرفت بيديني برضو الايه. هنا عندي ميل اول بيرنت، لو انا مثلا عاوز ابعت للاباء بقى النتائج بتاعت ولادهم، بضغط هنا على الريبورت بتاعه. التقارير بتاعتهم وببعت. طبعا الطالب لما بيسجل عندي في الكلاس لازم بيحط ايميل ولي الامر عشان انا متواصل معاه. خلاص يعني ده بيبقى تحت اشراف ولي الامر. عندي هنا انا كان ممكن اعرف الطالب حل الاختبار في قد ايه، او كل سؤال، او انا مثلا عامل شغل هنا طالب بيقول لي مثلا كده حله في قد جميل ايه، جدا، يعني الوقت نفسه في قد يعني ايه. بيعمل لك تحليل كامل للاختبار، ايوه اهو، تقدري تحرجي منه كل حاجة بقى، نقاط ضعف، يعني نقاط في قوة، 9 ثواني. ايوه فيدباك، كل حاجة. جميل. هو كويزز وفي بصراحة منصة حلوة جدا جدا للتقييمات بالذات. يعني في ناس ما حلتش خالص تحتها. انا حليت حاجة بسيطة ووقفت، يعني مش كده، مس كنا ميرفت. بنجرب. ايوه سيبيني بقى اكبرك مني، ما تبصيش. اجيبك انت رحت فين طيب؟ ده انت تحت ده خالص. خرجت خالص، خرجت. طيب ماشي يا مس ميرفت. طيب ده بالنسبة للامتحان بتاعي. طيب لما نضغط اكزيت كده نخرج، يعني نسبة الاختبار بتاعتي ككل بنسبة 69%. طب نشوف كده بعد ما خرجت هنا بقى بيديني بقى هو الريبورت التقرير اهو. بالنسبة مثلا كان مشارك 140، منهم 12 يعني تقريبا ما اشتغلوش او ما دخلوش. هو الحضور كام يا مس ميرفت؟ لا دخل الحضور، أقول لحضرتك، أو الحضور، لا اللي دخل مش كله، هو الحضور 76. دخل معايا 40 اهوت، ونسبة النجاح 69%. حلو. هنا برضو عندي اهو كل طالب، او يعني كل طالب عندي بنسبة النجاح بتاعته. هو ده اللي حلو جدا، إن هو مديني ممكن مثلا اطبع إنسايتس ممكن كاملة. اطبع نتيجته مثلا، او ابعتها، يعني كل حاجة موجودة ان شاء الله في المنصة دي. جميلة يعني ما شاء الله. ده اللي هو الريبورت بتاع الامتحان بتاع اللي انا عملته. طيب ده بالنسبة للكويز، الكويزز وازاي اعمل اختبار تفاعلي مع الطلاب وازاي انشئ الفصول والقصص دي. طيب حد عنده بقى اي سؤال في الاختبار ده؟ أولا لو أنا عايزة تبعتي النتيجة على الميل بتاعي بعتيه وانا اعرضها لك. لو انت عايز تشوف الاب بيشوف ايه، كده انا عامل ايميل تاني مختلف للاب. طب مش لما اجيبك الأول محمد خلف. ايوه هنا ايميل تو بيرنت. حلو قوي، حلو قوي. يعني انا ممكن ابعت النتيجه بتاعت طب الطالب انت ايميلك مباشره ايه يا لباباه. محمد بقى؟
ملاهي. الايميل بتاعي اللي انا مسجله، انا مسجل الايميل بتاعي الموحد، هو مش موجود عندك، مش متضاف في ال، مش متضاف في لسه الفصل، لا لا بيبقى في موجود البان. قدامك، هو اهو موجود اهو تحت اهو، تحت خالص، ده اللي انت هو 4 5 6 ده مش محمد؟ 2 8 4، 2 8 4 اه هو3 ده. 1 6 5، ايوه ده لا مش ده، 2 2 8 4 ديبيتا 2 8 4 3 1 6 5، 3 1 6 5 دمياط 1. 301. شوف حضرتك بتكة صغيرة جنب نتيجة الطالب، حضرتك بتقوم بعت الريبورت لولي الأمر، يعني ده حاجة يعني ايه ده أنا انا بكتب، مش تقولي حابة انا أقول بكتب عربي، تركز معايا تقولي انا معلش بكتب عربي. مش مشكلة، سهل إن أنا أعرف ولي الأمر مستوى طفل ابنه باستمرار، يعني ده شيء جميل. هو الموقع ده ودلوقتي ما شاء كمان الله. هنشوف الريبورت بيوصل لولي الأمر إزاي. نضغط فين ده؟ كده انت مستر محمد، يشير كده الشاشة عنده. مستر محمد هيشير شاشته ويورينا الريبورت بيوصل لولي الأمر إزاي. بجد يا هبة كانت يعني قطيفة، قطايف رمضانية جميلة، خدنا في وقت بسيط إزاي نعمل اختبار تفاعلي على كويزز، وإزاي كمان نشوف الإنسايتس أو التحليل الكامل للحل بتاع الطلاب، ونقدر من خلاله بقى نعرف، نقدر نقيم الطلاب بتوعنا ونشوف نقاط الضعف ونقاط القوة ومحتاجين يتقووا في إيه. قد كده الكويزز رائع وجميل كأداة للتقييم. طيب شكرا سيد ليك يا محمد هيبين لنا طبعا اللي هو ازاي اه الدعوة تمام جات له على الايميل بتاع الاب. اكيد تمام اكيد تمام. اتفضل يا مستر محمد شير شاشتك عشان نشوف ازاي البيرنت بيشوف الهومورك او التحليل بتاع الواجب بتاع ابنه. هو تمام ده جالك ده الايميل اللي وصل اهو، جاي بيقول لي ده الريبورت او التقرير عن ابنك، فبضغط هنا على فيو عرض للتقرير، بيحولني على جميل، المتصفح على طول، فبيجيبني يعني التقرير اهو، او بضغط هنا على على التاب دي، فبيقول لي بيحولني على المتصفح، يعني التقرير يعني بيتعرض على لما تضغط المتصفح على يعني. فيو يظهر لك على طول ابنك عمل ايه بالظبط، جاوب ايه صح وجاوب ايه غلط. ايوه اللي هي view your full report دي، تمام فبيروح على المتصفح فبيجيب لي هنا ال، بيجيب لي هنا ال الامتحان كله، بيقول ال accuracy بتاعته قد ايه، وال class accuracy كانت قد ايه، وعندي الاجابات الصحيحه والاجابات الخاطئه والتايم، وكمان جايب لي الاسئله، كل سؤال اخد كام نقطه، واخد وعمل وعمل ال في قد ايه وقت، وجايب كل الاسئله معروضه واحد ورا واحد اهو. يا ده جميل جدا، ده بيقول لك ريبلاي ذس بلاي ويز يور اه تشايلد، يعني اه مدي ممكن انت الاب تلعبه. الفرصه ان هو يعمل له براكتس على الامتحان ده عشان يعرف غلطته ايه ويعرف يجاوب صح. بالظبط. جميل، اه هو ريبلاي ذس كويز ويز يور تشايلد، حلو قوي قوي جميل. يعني حتى البيرنت ممكن ان هو يعلم ابنه ازاي يصلح اخطائه في الاختبار اللي هو امتحنه، ده شيء جميل جدا والله. تمام كده اظن ان احنا اكيد اكيد هنلاقي في اختبارات حلوه هتعملوها حضراتكم وتنزلوها لنا على الجروبات، نشوف يعني ممارستكم للتطبيق افادتكم ولا لا. سعداء بوجودكم معانا النهارده، شكرا ليكي يا مس هبه، ونشوفكم على خير الاربعاء القادم باذن الله.